من يجبر بخاطر اخترت لك قرآن كريم فضيلة الدكتورة جازية علي منصور زين ماما حبيبتي سورة البقرة. اخترت لك قرآن كريم فضيلة الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطيبة وحب سورة البقرة. الله الفكرة أنا لسه شاربة منه ده، قال العصير الفل حيرته عسل، ربنا عسل. أنا بعمل حاجة لما أكون عسل، كل عسل في عسل يا عسل. تشربهم بقى لا وتتعب. فاضل شوية، لا ما أكل كوسكوس ورجو. يلا هنصلي الأول ولا أنا هفطر الأول؟ ماذا؟ قلت له القرآن الكريم للدكتور عبد المجيد سيد أحمد عبد الله وحب سورة البقرة. قلت له القرآن الكريم للدكتور غزال منصور زين ماما وحب سورة البقرة. ربنا يسترك يا ماما، ستر الأولين والآخرين، قبر المرسلين والنبيين يا رب، قبر خاطرك ويسترك في الدنيا والآخرة. صايمة يا رب يوم 15 شعبان، اجعلك صوامة قوام الخير دوامة يا رب، انصرك على من يعاديك واجعلك مشهورة ومنصورة ومستورة ومقبورة في الدنيا والآخرة، مشهورة ومستورة ومقبورة يا رب، وباب معك على الجنة في الفردوس الأعلى يا رب. يا رب اكبر بخاطر ماما واجعلها مشهورة على العالمين في الدنيا والآخرة أجمعين يا رب بالقرآن يا رب. ترتيل القرآن تعبت وشقت على ما حفظته، ربنا يحفظها من كل سوء، يحفظك من كل سوء كما حفظت القرآن، ويستري كما سترتنا وحفظت علينا يا رب، استرك في الدنيا والآخرة كمان وكمان يا رب. قال في الجنان بالقرآن في أعلى الجنان بترتيل القرآن يا مامي وبابي يا رب، استرك في الدنيا وفي الآخرة وأخواتي المسلمين أجمع أصلح والعباد والبلاد يا رب العالمين. جعلنا صوامين قوم الخير دوامين يا رب، انصرنا على من عادينا يا رب، حق لا إله إلا الله وحق إنك أنت الله، تسترنا الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا أجمعين وانصرنا على من عادينا يا رب العالمين يا رب. ماذا فعل بالوشك يا ماما يا رب، كبر بخاطرك كما كبرت بخاطر وسترك في الدنيا والآخرة كما سترتني في الدنيا والآخرة يا رب. كبر بخاطرك يا ماما، حالك وبالك وشفيك وعافيك وجعلك صوم قوامة صايمة إن شاء الله، تفطر امبارح والنهاردة وعمسة تصوم بكرة، ربنا يعينك ويقويك على رمضان ويكبر بخاطرك ويعينك ويجعلك مشهورة في القرآن وبالقرآن وتفسير القرآن وقصص القرآن والنبيين والمرسلين يا رب، استرك الدنيا والآخرة وجعلك مشهورة على العالمين وتقبضك وتفرح وتدهرني، وجعلك صوم قوامة خير دوامة. مامي مامي بابي بازر مازر الله بي سنكي مامي حبيبتي من نور عينيا، غدا من الاسنان ولا من اراد ان يصوم فليصوم، وانا اراد من مش عاوز يصوم ما يصومش، يعني الصيام من السنه اللي عاوز يصوم هي تصوم، مش عاوز خلاص كل حاجه خير، الطاعات طاعات كثيره كثيره. اللهم اكبر خاطر الوالده يا رب العالمين، وسلم الدنيا والاخره مامي حبيبتي.